صباح الخير لكل المشاهدين اللي انضموا لنا مع المدرب على الهدوء راشد شهاب الدين. لقاء بجمعنا هلا لنتعرف اكثر عن اختصاصك ولنحكي كمان عن الهدوء بشكل عام وقديش نحن بحاجه. يعني هيك رح بلش خبرك، امبارح كنا مجموعه من الاصدقاء وكنا عم نحكي قديش العالم عن جد عم تفقد الهدوء والصبر، ان كان على الطريق بالسواقه، ان كان بالاحاديث، قديش بيحتدوا. يعني بعتقد اليوم اطلالتك بمحلها وبوقتها مثل ما بيقولوا. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وصباح جميع المشاهدين وهالاذاعه الكريمه. اهلا وسهلا فيك. تعريف الهدوء شو هو وشو اهميته راشد؟ هو نوع من التناغم النفسي. يعني بشكل عام نحن عندنا عقلنا الواعي دائما بحالة بأي مؤثرات توتره، إن كان ضغط نفسي، إن كان جهد، إن كان صوت عالي، أي شيء بيسبب له نوع من التوتر للعقل الواعي. الهدوء إنك أنت تقدر تعمل سيطر عليه. يعني عادة عقل الواعي كل شيء محيط فيه بيخليه بحالة استنفار. أما أنت لما تكون بحالة هدوء، يعني أنت الشخص الوحيد اللي قادر تسيطر على الحالة الذهنية تعيتك. والهدوء نعمة من الله، يعني إذا الإنسان بيعرف يكون عايش بهدوء يعني عايش بسلام داخلي دائم. بس مش معناتها إذا الإنسان بيكون بحالة هدوء يعني دائما ما بيعصب، ما بيتأثر، ولكن في فرق بين أنه تترك المؤثرات الخارجية تأثر عليك أو أنت تسيطر عليها. ما في شيء اسمه بالحياه انه ما حيصير في مشاكل، دائما كل يوم في مشاكل، كل لحظه كان يواجهك شيء يزعجك. بس قوه الانسان الهادئ انه هو يسيطر على رده فعل الامور اللي بتواجهه. طيب شو العوامل راشد اللي ممكن تاثر على الهدوء بشكل سلبي؟ يعني عم نشوف هلا غضب وستريس كثير كبير وشائع بشكل كتير كبير. عم نشوف حتى يعني كنا قبل نشوف مثلا ناس منفعلين بعمر كبير، هلا عم نشوف حتى باعمار كتير صغيره اطفال ومراهقين عن جد عم بيكون عندهم حالات من الغضب والانفعال اللي لا يسيطر عليها. والاهل كمان هون اذا كانوا هن عايشين بسلام او يسيطروا، عم بيكون بالفعل المشهد هيك فالت مثل ما بيقولوا، مشهد مزعج وخارج السيطرة. نعم. أهم شيء البيئة المحيطة. البيئة المحيطة مثل ما قلنا بيئتك وأنت قد ايه بتقدر تسيطر على هي البيئة. في عدة عوامل بتخلي الإنسان إنه ما يكون بحالة هدوء. منها إذا الإنسان ما بينظم نومه. تنظيم النوم من أهم الحالات اللي يخلي الإنسان طول نهاره مرتاح. هلا حنحكي على بعض التقنيات. نوع الاكل اللي بياكله، في كثير انواع من الاكل بتسبب مشاكل الجهاز الهضمي وغيره بتوتر الاعصاب. عدم التناغم بالبيت او بالعمل او طريقه التواصل الكوميونيكيشن كثير مهم. هيدا بيؤدي الى مشاكل كثير كبيره. عندنا اذا كان الانسان عايش بحاله قلق، القلق الدائم، التفكير المستمر، القلق المرضي نحن عم نحكي. كيف بده يكون حاسس اذا في داخله بركان واي لحظه خايفان ينفجر؟ اذا حاسس عدم الامان الوظيفي او العائله، كل هيدي، او الولد يلي مثل ما قلت حضرتك اذا الاهل بحاله انفعال دائم فدائما خايف الولد، دائما بحس حاله انه هو مهدد امانه الداخلي. وللاسف نحن هلا بمرحله انه اغلب الاهل بينزعجوا من حالهم كيف عم يتصرفوا مع اولادهم، بس عند الجد عقلهم الانفعالي بيتصرف بطريقه مثل ما اهلهم ربوهم. صح، هون عم يدفع الضريبة الأهل والأولاد. طيب كيف منعرف نحن أنه نحن تصرفاتنا هلأ بهاللحظات هي ردود فعل على شيء طبيعي نكون منفعلين عليها، أو أنه لا هيدا الموضوع صار خارج السيطرة ونحن بحاجة عن جد أنه نكون عم نفتش أو عم نتعالج لحتى نكون اشخاص هادئين وعم نبحث عن الهدوء بحياتنا؟ هلا في عده مثل بيقولوا اشارات بتدل على انه نحن بحاجه الى مارس الهدوء. في اشارات
الطبيه اللي هي اجمالا اغلب المشاكل الجسديه في منها جزء كبير اسمه نفسه جسدي، مشاكل النفسيه بتاثر عليها. عندك اذا لاحظت الطفل بالذات ببيتك بالليل هو نايم عم بكز على اسنانه، هو نايم او فهو نايم صرخ او بين النوم والفيقان عم بتصرف بتصرفات خوف، او يعني هيدا الانسان بحاجه لحدا يشوف شو مشاكله، لان عقله الباطني بالليل في منطقه اسمها الهو بالعقل الباطني، الاشياء اللي انفعالات اللي بنخبيها بالنهار بتظهر بالليل. ف خاصه عند الاطفال الصغار بيتعرضوا لتنمر بالمدارس، بيكون مخبيها ما بده يقول لامه او لابوه وبتظهر بالليل، كز اسنان، بصير يصرخ. هيدي وحده من العلامات الخطيره لدى الاطفال اللي ننتبه لها. حتى في كثير رجال ونساء وسيدات بكزوا اسنان هن نايمين بسبب مشاكل للفك وغيره. عندنا المشاكل الحدث ولا حرج اغلب الناس بيعانوا منها، وجع الزلعين راس المعده، انقباضات براس المعده بسبب الادرينالين الزائد اللي ما عرفنا ننظمه. انا لا أقول، ما بقول للانسان ما حيقدر يغضب، بدنا نسمح للغضب يمر شو مره، ان شاء الله نعمل حلقه عن اداره الغضب، يمر الغضب بس نحن بنخليه يستمر بحياتنا كلها بنهارنا كلها بوقتنا كله، مع انه نحن بدقيقه اذا عملنا بعض التمارين نحكي فيها بحلقه جاي بيخلي الغضب يمر. في اداره للغضب عبر انه بدون ما نكون انه نحن روبويات الادرينالين عم بسمح، انا بقول سمحت للغضب يمرق، كانه سمحته يمرق من هون خليته يمرق هيك عبر هالدقيقه الادرينالين مرقوا منا حركه، في نوع من الحركه، في نوع من الكلام، في نوع من الاشياء بتخلي هيدا الشيء يمرق. عندك وجع الظهر كثير، بصير في وجع ظهر عند السيدات كثير، بصير في تفقع شرايين، بس تشوف شرايين هذا مشكله كثير كبيره بدها تشوف دكتور، ما بيعالجها اي حدا. عندك كمان عند الاطفال بيصير مثل نوع من الجلد، مشاكل بالجلد تقتقى عند الولد بيصير. عندك دائما بحاله الشخص بيحسيه سوري يعني اجل بضل عم يعمل هيك بياكل ضفيره. هو الاشياء بتدل على الانسان صار مطلوب يقعد قاعده مع ذاته ويروق. اوكي، يقعد قاعده مع ذاته او يلجا لاختصاصي، يعني متى لازم اللجوء للاختصاصي؟ بشكل عام بس تستمر الامور مرحله طويله، يعني اكثر من 15 يوم او 20 يوم عم تتكرر نفس الصداع ونفس هالقصص كلها، مطلوب يشوف اختصاصي. اذا اصابه بانيك اتاك، احيانا بيجي البانيك بطريقه انه واحد على اساس ما في شيء بصير ضاق صدره، قلب سريع، بغيب عن الوعي. البانيك اتاك انا بنصح لو مره واحده يشوف حدا، لان البانيك اتاك بيتكرر. برجع بقول مشاكل صحيه اغلبيتها هي نفسيه، ضغط دم سريع، دقه قلب سريعه، في اشخاص بيصيروا يسمعوا بدينتهم طنين، زغل بالعيون. هلا اذا صارت مره بالعمر ما بعتبرها مشكله، بتصير في يمكن مشاكل معينه بالجسد، بس اذا استمرت لمده اسبوعين لا منها مزحه. طيب كيف فينا نحن نكون عم نطبق هذا الهدوء وخليه هو يسيطر علينا؟ في تقنيات معينه فينا نحكي؟ اكيد في كثير تقنيات. اهم نقطه بقولها لكل الناس، نحن ما بنعرف نتنفس. نتنفس صح. يلي بيتنفس صح هو البيبي. اذا بتلاحظي البيبي الرضيع نايم على ظهره بتلاقي بطنه بيطلع بينزل، وهذا التنفس الصحيح. نحن بنبلع سوري يعني بطننا هو فعليا بالتنفس بده بطنه يطلع لبرا لريح اللانجز. ف في فوتوا على اليوتيوب، في فوتوا على اي شيء، شوفوا كيف تقنيه التنفس. بس انا بقول لك تاخذ شهيق من المنخار حوالي 5 ثواني، بيرجع تحجزهم حوالي 5 ثواني، ضروري كثير الحجز، اذا او 4 ثواني. ليه؟ لانه هيدا بيعمل كالمينج، هيدا بيخلي العقل يروق، لانه العقل عم يفكر انه في شيء جديد. ومش عن عبس بنقول تنفس للشخص اللي بيكون معصب.
من قال له روق شوي تنفس. هي هيدي الاربع ثواني الحجز بتخلي العقل اللي كان عم بيفكر عنده نوع من السرفايفرينج في شيء جديد صار، ببطل كثير مهتم بالمشكله اللي عم تواجهه، وبده يعرف شو عم بيصير، حاله جديده طرقت عليه. هون كنا شو عملنا بالعقل الواعي؟ روقنا شوي. بنرجع كمان خمس ثواني بنظهرهم ضروري من التم. اوكي. لكن خلينا نعملها هلا هون. كرشي حيطلع. يلا. شهيق. اوكي. بفضل كثير كثير اكثر من خمس ثواني كان عم ينفخ على شمعة عيد ميلاد. تغميض العيون مهم جدا. لانه العيون كل المحفزات الخارجية بتلعب دور العيون بتلقطها. يمكن يكون شغلات احيانا نحن مش مقصوده لنا، بس نشوف منظر يزعجنا او شيء، بس نحس باي شيء بضايقنا تغميض العين عيون دغري بحسسنا بنوع من الهدوء. برافو. ممتاز. عندنا ممارسه الرياضه على اشكالها شو ما بيريحك، انت شو بترتاح، ما بفرض على حدا نوع معين. هل هو افضل انواع الرياضه المشي؟ لأن المشي مش لشان الدايت أو غير الدايت. لذة المشي أنك بيعمل لك خلال النهار هيدا التوازن، كيف نحن بنقول نعمل دوش ليروح السموم. المشي بيروح كل السموم الفكرية، بخلي في اعتدال بالأدرينالين وغيرها. كمان المشي بيساعدك أنك تركز على خارج نطاق المشكلة اللي أنت فيها، فهيدا التركيز مثلا شفت إذا ماشي على خط البحر شفت الموج شفت شيء، هذا بيساعدك على تفكر شيء جديد. دائما التفكير شيء جديد بيريح، غير انك ضلك عم تفكر بالمشكله وقلقان فيها، بس هي المشكله وقلقان فيها. عندك تنظيم النوم من اهم النقاط اللي دائما بقولها، النوم والاكل. تشرشل كان يعمل شغله كثير حلوه هي ربحته الحرب، هو بيقول بكتابه ومذكراته انه يوميا عنده حوالي نص ساعة هول له أو ثلث ساعة، مع أنه كان عم يخد حرب الزلمة، يعني مش أنه قاعد 10 دقائق ويغمض عيونه وبينام، قول هول ريستارت. هو العشر دقائق بيخلوه يكمل لآخر الليل، وعشر دقائق تانيين هلا هو ما كان عنده موبايل، ولكن كان ينقطع عن كل موظفينه عن كل الناس، سكر الباب، حتى لو ما نام هو كان ينام 10 دقائق، والعشر دقائق التانيين بس يقعد هيك ما يعمل شيء. هيدا الهدوء النفسي بيخلي الانسان بهالعشر دقائق مش بس يعمل ريستارت، يحسسه باللحظه اللي هو فيها. باور اوف ناو. نحن مشكلتنا انه نحن مش عايشين اللحظه. صح. دائما يا عندنا اجر بالماضي يا عندنا اجر بالمستقبل. يعني عندنا قلق. طب بالنص وين بدنا نعيشها؟ احلى لحظه هي اللي هلا انت بتعيشها. صح. لان للاسف بعد فتره بيقول كانت الايام احلى. باور اوف ناو، لحظه هلا قوه الان. اكزاكتلي. عندنا كثير شغلات كمان بتساعدنا. عندنا اهم شيء تنظيم وقتك، تنظيم الوقت. في شيء اسمه عاجل ومهم، وفي شيء اسمه عاجل ومهم وغير عاجل. في شيء اسمه منظومه ايزنهاور الرئيس الامريكي بالحرب العالميه الثانيه، كمان عمل شيء اسمه بيدرسوه بالجامعات اللي هو مربع ايزنهاور. هلا هو عباره عن 4 بوينتس، احكي على 2 بوينتس، يلي هي انك انت في شيء اسمه عاجل مهم وغير عاجل، وفي شيء اسمه عاجل ومهم. للاسف نحن كلنا عايشين بنقطه اسمها عاجل ومهم، بسميها حاله الطوارئ انا، او سوري الجنون. جنون. لانه ليش؟ اذا كانت الشغله مهمه ولكن غير عاجله، إذا أنت عرفت تعالجها بتضلها مهمة وغير عاجلة، بطلت مهمة خلصنا منها لأنك حليتها. ولكن مهمة وغير عاجلة ما أعطيتها حقها، صارت مهمة وعاجلة، صرت بحالة طوارئ، سيارة عم يضوي الزيت أو عم يضوي أي شيء فيها، أوكي ما قطعتك، صفة تاني نهار روح عند الميكانيسيان خلصت. بلاتك تمشي فيها 4 أيام، فجأة عندك ميتينج عندك شيء، بنص الطريق وقفت السيارة. قد إيه ستريس، قديه ديت انت تاخرت على شغلك. والأسوأ من هيك لما يكون عندك قصص صحيه، اذا الدكتور قال لك كل 6 شهور تعمل تشيك اب مهم، بس منه عاجل اعطاك 6 شهور، بتقعد سنه انت ما بتروح، فجاه بصير معك مشاكل بالقلب، مشاكل كثير شغلات طارئه، تحولت لعاجل
ومهم ويمكن ما بقى تقدر تعمل لها كنترول. والنقطة الثالثة هي بتصير ببيوتنا كلنا، أولادنا امتحانات بيكون معه وقت شهر للامتحان، بيدرس قبل الامتحان بأربع ساعات، هو تضايق، أمه تضايقت، البيت كله تضايق، هذا موضوع كثير مهم. فنظم ونعلم أولادنا، نحن نعلم أولادنا نهج الحياة، أولادنا بيتعلموا منا، نحن بنطلب نكون بالنسبة لأولادنا أو قد ما يكون عمرنا أمرهم قدوة. فأهم نقطة أنك تنظم وقتك وتنظم أولوياتك. بعدين في شغلات كتير مهمة واحد يشتغل فيها هي الأولويات. إذا شغلة بتعتبر أنها تاخد من وقتك زيادة أو هلأ مش مهمة، حتى الأولويات هم تتضمن مش بس الوقت، تتضمن حتى يمكن المال اللي بدك تدفعه، لأنه أنت بتجيب ستريس لألك. صح. عندنا تنظيم العلاقات، اختار أصحابك بعناية، اختار محيطك بعناية، لأنه المحيطين فيك هني بيسببوا لك أما استرس وأما رياحة نفسية. فكل الأشخاص المحيطين فيك هني سبب أساسي إذا أنت بتقدر تستمر بهدوء أو بتوتر أعصاب. نعم. في عنا كمان اختار المكان اللي بتروح فيه، اختار نشاطات معينة كتير حلوة. مثلا أنا دايما بفضل الإيجابية بالحياة، مش غلط لو رحت حضرت أفلام كوميك، قعدت مع أشخاص هني مريحين، يعني كل من تعاشر أقول لك من أنت. في نقطة كمان أنا بحبها هي أنه أنت إذا كلنا تقريبا أول ما في أول ساعة ما بنكون كتير مرتاحين يعني، فحاول أول ساعة تروح فيها على الشغل ما تاخد شغل بده كتير جهاد ذهني وفكري، ولأنه إذا أنت ما زبطت معك أول نص ساعة ساعة بالنهار نهار كله حتحس حالك موتر. هيدا في كتير تقنيات، فمثل ما قلت أنا هي أنت بتختار شو اللي بيناسبك بالحياة. التقنيات هي أنت بتخترعها لما بتلاقي حالك. مثلا في ناس بقول لك أنا رياضة بالنسبة لإلي مش مريحة، هي إجهاد. هي رياضة فعليا، فيك تضلك تجهد أربع ساعات وفيك تمشي ربع ساعة ثلث ساعة. بعدين في شيء ضروري بدي أقوله، إن كان على صعيد رياضة أو على صعيد أي شيء، فليكن نهج مش يكون فرض. أعمل كل يوم عشر دقايق لمدة سنتين، فالعشر دقايق أهم أنك تمشي أربع ساعات وتنقطع بعد ثلاثة أشهر. حتى بنحيط الأكل إذا بدك تاكل بقولك أنا بدي أعمل دايت، العقل الواعي يرفض كلمة الفرض بدي أعمل دايت، بيرفضها. فأقول أنا بدي أعمل نظام أنا تنظم حالي فيه. أنا يمكن أنا أرضى أني أنزل بالشهر 2 كيلو لمدة سنة أو سنتين، كل شهر 2 كيلو، كيلو ونص كيلو، على أني أعمل شيء قاسي لمدة 20 يوم أو شهر أرجع أفكسه. فنحن صراحة اللي منجيب الاسترس لحالنا. صح. في كول صيني كتير يحبه بيقول، قال نحن لا نستطيع أن نمنع طيور الحزن أو الهم أن تحلق فوق رؤوسنا، ولكن نستطيع أن نمنعها أن تبني بيتها فيه. أنت الوحيد التي تستطيع أن تصنع سلامك الداخلي. ما حدا حيعطيك السلام الداخلي، سلامك بينك وبين الله وبين نفسك. شكرا كثير لحضورك معنا، واهلا وسهلا فيك راشد شهاب الدين، مدرب على الهدوء، والاكيد على امل لقاءات اخرى بنتناول فيها مواضيع كثيره كمان بتهم الكثير من المشاهدين. لكل اللي عم بتابعونا خليني بس اقرا، بعتقد موضوع الصيدله دكتور عفاف معكرون رح اطلع عليكم بعد الفاصل، وموضوع الكولاجين واهميته مع زميلتي سحر، تابعونا.